السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس إسلام عبد النبي. هنكمل إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده شرح موضوع النورمال ستريس. كنا اتكلمنا في الأجزاء السابقة عن حالات النورمال ستريس، واتكلمنا في إزاي أحسب النورمال ستريس للحالات اللي فيها أكسيال لودز بس، وإزاي أحسب النورمال ستريس للحاجات اللي فيها إم إكس بس اللي هي الكمرات العادية اللي هي الفليكشر ثيوري. واتكلمنا ازاي اقدر يعني الحالات العامة بدأنا فيها، واتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي اقدر احدد شكل ومكان محور التعادل او النيوترال اكسس. هنكمل في الفيديوهات دي امثلة على موضوع الحالات العامة بقى، ان انا عندي ام اكس وعندي ام واي وعندي نورمال، وازاي اقدر ارسم النورمال ستريس لامثلة مختلفة في الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. المسألة اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده دي جت في امتحان 2017 2018، بيقول لي a cross section is subjected to axial compressive load. cross section اللي قدامي ده section الحرف الشانل سي دي اللي قدامي is subjected to axial load B، عليها حمل axial يعني محوري B. اسشو الموضح قدامي، بيقول لي calculate and draw the normal stress distribution over the cross section اللي قدامي ده. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لي كالكوليت اند درو يعني احسب وارسم النورمال ستريس ديستريبيوشن، يعني شكل توزيع الاجهادات على الكروس سيكشن اللي قدامي دي ده نتيجه الفورس اللي موجوده بي دي اللي موجوده 10 طن دي. طيب البي دي الناس لازم تبقى متخيله الشكل. لو احنا جينا كده يعني ايه رسمنا كده ايزومتريك سريع للشكل ده عامل ازاي في الواقع، يعني انا برسم حاجه كروي كده بس عايز اوضح ليه شكل كروس سيكشن جاي عامل كده. هو عباره عن كبره مثلا، يعني هو ما قالش انها كبره بس يعني كبره. الكمره دي عليها فورس كومبريسيف هنا ماشيه كده في الاتجاه ده او نعكس الاتجاهها عشان هي بتضغط، عليها فورس كومبريسيف هنا. الفورس دي اسمها بي وقيمتها 10 طن. فلما اجي ابص من الجنب ده كده كمساقط للزاويه دي كده هشوف ايه؟ هشوف شكل القطاع اللي هو حرف السي للشانل ده اللي هو كروس سكشن اللي مرسوم، وهشوف البي عباره عن نقطه على القطاع، عشان كده البي دي متمثله على القطاع بنقطه، هي كومبريسيف فورس وماشيه بالمنظر ده. طيب دايما برضو عشان نكمل ايه الرسمه دي نبقى فاهمين هنعمل ايه، دايما على القطاع بيبقى فيه محور اكس وفي محور واي، يبقى دايما على القطاع اكس وواي، وعمودي عليهم اللي هو المحور الثالث اللي هو زد. يبقى دايما كده عشان نبقى متخيلين الرسمه دي مع بعض، ده محور اكس ومحور واي، دول دايما موجودين على القطاع، ومحور الكاميرا نفسه ده اسمه محور زد اللي هو يمثل النورمال فورس بتاعتي. يبقى اللي مش متخيل الشكل ده كده بشكل عام منظر المساله والمحاور بتاعتها. طيب للدكتور ساعات بدل ما بنجيب الايزومتريك المنظر، يعني هنتكلم في الاجزاء اللي جايه ان شاء الله عن ايه الحالات لو انا جبت الايه الايزومتريك ورسمت عليه القوه والكلام ده، انما في الحاله دي انا مديك القطاع ومديك بس عليه مكان الفورس وممثلها نقطه، قلت لكم ليه؟ لان انا لو بصيت من الجنب ده هشوف التشانل دي وهشوف الفورس عباره عن نقطه لان هي في اتجاه المحور، فكان الخط ده هيبان من هنا كده عباره عن ايه؟ عن نقطه. طيب تعالى نرجع كده للايه؟ للرسمه اللي قدامي. يبقى انا مديك هنا كروس سيكشن وعليه فورس بي. طب البي دي انا في الايزومتريك شفت الرسمه شفت اتجاهها هي بتضغط ولا بتشد، لكن في السكشن انا مش هشوف، عشان كده لازم اقول لك هي كومبريشن ولا تنشن، هي كومبريسيف ولا تنسايل، هي بتضغط ولا بتشد، لان انت مش شايفها انت شايف نقطه، وانا مش جايب لك الايزومتريك عشان تحكم منه هي بتضغط داخله على ايزومتريك وداخله على القطاع ولا خارجه من القطاع، يعني ضغط ولا شد. فعشان تعرف تحكم على الكلام ده مش هتعرف، يعني انت مش شايف الايزومتريك، فلازم انا اقول لك المعلومه دي، هل هي كومبريشن او تنشن، او ساعات اكتبها كومبريسيف يعني ضاغطه او تنسايل يعني ايه شد. هنا في الحاله اللي عندي دي انا عندي فورس واحده، ممكن يبقى في كذا فورس، يعني ممكن فورس هنا مش عارف فورس هنا، يعني هنا في المساله دي فيها فورس واحده، انا ممكن يبقى في كذا فورس. في الحاله اللي عندي دي البي عباره عن 10 طن كومبريشن، كومبريشن يعني بتضغط. تمام طيب نرجع للقصة اللي احنا كنا حكينا فيها قبل كده في الأجزاء اللي فاتت، يعني وهنرجع تاني لحل المسألة، إن القانون بتاع النورمال ستريس بالسيجما بتساوي موجب أو سالب الإن على إيه زائد الإم إكس على إكس في واي زائد الإم واي على واي في إكس. وقلنا عشان أعرف أحسب وأرسم النورمال ستريس لأي قطاع في الدنيا لازم أحدد ال6 حاجات دول، سيبك من الإكس والواي زي ما قلنا قبل كده دول عبارة عن إحداثيات على القطاع لأي نقطة، إنما الست الأصليين اللي يهموني التلاتة سترينج أكشن اللي هما النورمال والإم إكس والإم واي
والتلاتة اللي بيرتس اوف اريا او خواص القطاع بتاعي اللي هو الاريا والاي اكس والاي واي. فانا عشان اعوض في المعادله دي محتاج اجهز المساله، محتاج احسب التلاتة اللي فوق واحسب التلاتة اللي تحت. طيب هنبدا بالبيرتس اوف اريا، يبقى الجزئين في الحل هبدا بالبيرتس اوف اريا بتاعت القطاع بتاعي. طبعا محتاج اول حاجه المساحه. طب المساحه بمنتهى السهوله كده احنا ممكن نمسح دي كده بمنتهى السهولة كده. ايه اللي عندي؟ لو انا جيت قسمت القطاع ده مستطيلات كده بالمنظر ده هجمع المساحات، يعني ادي عندي 4 في 12 و4 في 12، عشان كده دي 4 في 12 في 2، يعني اساس في واحد فوق واحد تحت زي بعض، والمستطيل ده اللي هو الرأسي ده كله على بعضه 20 في 4، يبقى عندي 4 في 12 في 2 عشان في واحد فوق واحد تحت، وعندي 24 سوري 24 دي 4 و16 20 وده 4، يبقى 24 في 4 اللي هو السوم كده. بقى واقسم، او حتى لو قسمته كده يعني براحتي، يعني المهم ان انا اقدر ايه احسب الايه الاريا بتاعتي بمنتهى السهوله. طيب القطاع ده انا عايز اجيب الاي اكس بتاعته وعايز اجيب الاي واي. عشان اجيب الاي اكس والاي واي اللي في السنترويد بتوعي لازم اجيب الاكس بار والواي بار اللي هو المحاور بتاعت القطاع. الشكل اللي قدامي ده متماثل حوالين محور اكس، يعني انت لو خدت كده محور اكس كده في النص ده متماثل حوله، فانت مش محتاج تحسب واي بار بكام. واي بار هي عبارة عن المسافة دي كده اللي هي نص الارتفاع كله، مش دي كلها 24، يبقى انت عندك واي بار معروفة انها ب 12، يبقى انت ما عندكش مشكلة في حساب الايه الواي بار بكام. ما انت عندك مشكلة في ايه؟ عندك مشكلة ان هو مش متماثل حوالين الواي، وبالتالي محتاج تحسب. يعني لو جينا فرضنا محور كده بلون تاني كده، ان انا مثلا ده المحور بتاع الاكس، او نعمله خط، لو جينا حطيت المحور بتاع الاكس ده هنا كده، انت عايز تحسب المسافة اللي دي اللي هي اسمها اكس ايه اكس بار دي بكام، ايا كان بقى تطلع معانا بكام. يبقى انا هنا مش محتاج واي بار وما تعملش اكتر من المطلوب. لو قطاع متماثل في الاكس والواي خلاص يبقى انا عارف السنترويد، يعني لو قطاع متماثل تماما حوالين الاكس وحوالين الواي يبقى السنترويد بتاعه في النص، وبالتالي انا ما عنديش مشكله في حساب السنترويد. انما هنا الواي بار واضحه، يعني دي ما فيهاش مشاكل، يعني ما عنديش اي مشكله ظاهره من الرسم من التماثل. انما هنا المشكله عندي ان احسب مين اكس بار. طب عشان احسب اكس بار كنا بنعمل ايه لو اللي فاكر؟ كنا بنفرض، ممكن طبعا نفرض محاور ننسب ليها. انا هتكلم في فرضين، يعني الدكتور في المسألة يعني جه هنا عشان يلغي الايه فرض محاور كده بالظبط، يعني نرجع كده التقسيمة ونسب للمحور اللي موجود هنا بالظبط كده في نص الحتة دي كده، يبقى ده المحور اللي فرضه الدكتور في نص الاربعة دي. انما يعني احنا متعودين وبيبقى اسهل دايما، يعني عادة في معظم الوقت، ان احنا نفرض المحور فين بره حدود الشكل. طب مكان السنترويد بيتغير؟ لا، يعني مكان السنترويد هو هو مش فارق كتير، سواء فرضت هنا في اي مكان انت بتنسب لاي محور، بتختار اي مكان تنسب ليه. انما يعني فرضت هنا يعني الحل المساله اللي احنا حلينها دي الفرض مفروض على الاساس ده، انما مكان السنترويد هو هو سواء نسبته للخط اللي بالازرق ده او نسبته للاصفر. طبعا يعني مش هتفرق كتير، انا همشي الارقام على اساس الحل بالاصفر ده اللي هو الخط اللي في النص، وبعد شويه هرجع اتكلم فيه لو كنت حسبته الايه بالخط اللزق ايه اللي هيحصل. طيب لما اجي احسب السنترويد هنا هلاقي عندي المستطيل ده مركزه هنا، والمستطيل ده مركزه هنا كده، والمستطيل ده مركزه هنا. كلام جميل. طيب عايز احسب الاكس بار. الاكس بار بتساوي ايه؟ بتساوي سمشن الاي اي في اكس اي على اي اي، اللي هي سمشن كل المساحه بتاعت شكل التقسيمه اللي انا مقسمها دي في مسافته على مجموع المساحات. طيب مسافات لحد مين؟ لحد المحور اللي انت فرضه. طب تعالى نمشي واحده واحده كده. انا شغال دلوقتي على المحور اللي بأصفر ده، ايه اللي هعمله؟ في الاول عندي المستطيل ده، المستطيل ده مساحته كام؟ 4 في 12، انا مقسم التقسيمه اللي هي ايه باللون ده كده، فانا عندي دي 4 في 12. طيب وطبعا ممكن اقسم كده مش فارقه، يعني حل زي ما انت عايز، التقسيم ده يرجع لك يعني. فدي 4 في كام؟ في 12. طيب ده اول حاجه مضروبه في المسافه من فين لفين؟ المسافه من الخط ده كده اللي هي المركز، الواي اللي في المركز بتاع الشكل الصغير لحد الواي اللي انا فرضه. طب كام دي؟ دي 12، فالحد الحته دي كده 6، صح كده ولا لا؟ يعني من اول دي 12 نصها لحد الخط ده اللي هو التقسيم 6، ودي 4، وانا حاطط السنتر في المحور اللي انا منسب له في النص بالظبط في نص الاربعه، يبقى كمان في هنا كمان كام؟ 2، يبقى كأن التوتال بتاعي بيساوي كام؟ بيساوي 8. يبقى انا كده عندي الارتفاع المسافه بتاعه الشكل ده من هنا لهنا 8. طبعا الكلام ده اتشرح بالتفصيل في البروبلس اوف اريا، بس يعني دي مراجعه سريعه كده ازاي اقدر احسب الايه السنترويد لحاجه زي كده. طيب فانا كده بالنسبه للشكل ده طلعت الايه الحسبه اللي انا عايزها ان هي كام؟ 8. طيب 4 في 12 مساحه الشكل
4 في 12 في المسافة، ادي 6 وادي كمان 2 بالنسبة للمحور اللي متنسب له، بقت 8. طيب يبقى ادي 4 في 12 في 8، كلام جميل. طيب نيجي للشكل التاني. الشكل التاني ده المفروض انك هتعمل ايه؟ هتجمع مساحته في المسافة. بس خد بالك كده، هتلاقي ان الدكتور هنا هو اصلا ليه فرض، يعني ليه الفكرة ان هو فرض السنترويد في المحور في النص بتاع الشكل ده؟ عشان يخلي الواي اللي بالازرق بتاعت الشكل ده منطبقة على الواي اللي هو فرضها، وبالتالي مفيش داعي انك تاخد الايه الشكل ده معاك. يعني لو انت حسبت المسافة هتقول 4، ماشي 4 في 24. طب المسافة كام؟ المسافة صفر، لان محور الشكل الصغير اللي انا مقسمه ده منطبق على المحور بتاع اللي انا فرضته اللي هو بالاصفر ده. فيعني هو عمل الكلام ده عشان يلغي الشكل ده، انما طبعا لو نسبنا لبره هي هي. طلع السنترويد بكام؟ 4 سم. 4 سم منين؟ ناخد بالنا 4 سم من المحور اللي انت فرضه، يعني الاكس دي مشيت كده 4 سم من الاصفر، يعني من هنا لهنا كده 4. يبقى الحد بره خالص كام؟ ناخد بالنا بقى، حد بره خالص 6، لان الحد الاصفر 4 وفي 2 كمان كده من على الجنب التاني ما بين الاصفر وما بين نهايه المساله كده اللي على الشمال. يبقى انا كده عندي من بره خالص 6. طب لا يا عم، لو انا كنت نسبت الايه، طبعا وهتحتاج المسافه، هنحتاج الستة دي ضروري يعني، انما هو الدكتور حسب السنترويد نسبه للمحور اللي في الاصفر ده. طيب لو انا كنت رسمت الحل زي ما قلنا كده من شويه، نسبت المساله للمحور اللي هو هنا ده، كان هيبقى معايا مين؟ كان هيبقى معايا الاربعه في 12، بس المسافه بدل ما هي 8 هتبقى 10، لان انا هنزل ادي 8 لحد الاصفر كمان 2 يبقى دي 10 واضرب في 2، وهيبقى معايا الشكل ده كمان بقى، لان في مسافه بين الخط اللي بالازرق ده والازرق اللي بره اللي انا فرضته. كنت هقول 24 في 4 في المسافه دي اللي هي 2، وبرضه هيطلع 6 بس انا سبته للازرق، فهي هي نفس المكان طبعا، السنتويد مكانه ما بيتغيرش. فانا بس مهم ان انا بعرف المسافه لحد بره 6، سواء جبتها على طول او جبتها بعد ما سبت المحور تاني، مش هتفرق حاجه. كده انا حسبت السنترويد بتاع الايه؟ بتاع الشكل بتاعي. فاضل ان احسب الاي اكس واحسب الاي ايه الاي واي. طيب عشان اجيب الانيرشيا الاي اكس والاي واي، دي الرسمه اللي قدامي دي بتبين كل الحاجات اللي احنا ايه عملناها. التقسيمه الاولانيه اللي احنا مقسمينها زي ما هي هنمشي عليها، اللي انا الاصفر ده عباره عن محور اكس اللي في السنترويد اللي هو في نص الشكل كله، اللي هو ارتفاع الواي بار بتاعي 12 سنتي، و اللي هو بالاصفر التاني ده الرأسي ده الواي، محور واي اللي هو مسافته من النص هنا زي ما كنا اللي هو عند الخط الازرق ده مكان المحور اللي كنا فرضينه 4، يبقى الحد بره خالص 6. انا محتاج المسافه اللي هي اللي بره خالص دي لاني هشتغل عليها وانا بجيب الانرشيا، هتبقى اسهل بالنسبه لي. فده كده شكل الايه المحاور اللي هي اكس سنترويد واي سنترويد الموجودين في السنترويد، ودي التقسيمه اللي عندي. عشان اجيب الاكس بعمل ايه؟ احنا دايما كان عندنا انرشيا بنتعامل بحاجتين، اللي هو لو للناس اللي ايه اللي فاكره الكلام ده، طبعا هتلاقي ايه ان انا بشتغل على جزء للقانون اللي هو القوانين بتاعت الاشكال، سواء مثلث مستطيل دايره مربع ايا يعني كان الشكل بتاعي ايه، والجزء التاني عباره عن نقل المحاور او نظريه المحاور المتوازيه او الثيوري اوف بارل اكسس، اللي هو لو انا عندي مسافه بين المحاور فبضطر انقل الانيرشيا. فدايما كنت بفكر في حسابات الانيرشيا بطريقه بحاجتين، القيمه بتاعت القانون الاصليه والنقل بتاع المحاور. طب تعالى نعمل الكلام ده كده مع بعض بسرعه. عشان اجيب القيمه بتاعت الشكل ده كده اللي هو المستطيل الاولاني فوق خالص كده، الاي اكس بتاعته بتساوي ايه كقانون؟ بتساوي البي في اتش تقريبا على 12، او الموازي المحور اكس اللي هو 12 في العمودي اللي هو يعني طبعا فوق زي اللي تحت، 4 تكعيب على كام؟ على 12، اللي هو القانون اللي قدامي ده. يبقى انا هنا اول حاجه عندي هي القانون اللي عندي ده. طيب بعد كده هل في مسافه بين اكس ده واكس اللي في السنترويد؟ اه طبعا في مسافه، وبالتالي هيبقى في حاجه اسمها نقل المحاور، لان القانون ده للمحور اللي بالازرق وانا عايز اجيبه عند المحور اللي بالاصفر اللي هو بتاع الشكل كله على بعضه اللي هو في السنترويد. طيب عشان اجيب المسافه بتاعت النقل دي، او عشان اعمل النقل، كنا بنجمع على القانون مساحه الشكل، يعني 12 في 4 دي الاريا، مساحه الشكل كام في كام؟ عباره عن 12 في 4 في مربع المسافه بين المحورين، المسافه من هنا لهنا تربيع. طب دي نجيبها ازاي؟ كنا اسهل طريقه بنجيبها بيها بنعمل ايه؟ بننسب لحد تحت خالص، اشوف المسافه كده لحد تحت خالص من السنتر، يعني من الخط ده كده اشوف المسافه لحد تحت خالص اللي هي بالنسبه لي هنا كام؟ 4 و16 ونص الاربعه دي، لان هي الاكس دي في النص بالظبط، يبقى 22. دي اللي هي الارتفاع الواي اللي هو من فوق خالص لحد تحت، واطرح منها الواي بار اللي هي الحته دي، يديني المسافه اللي انا عايزها اللي هي مرسومه بالاسود اللي هي هنا دي اللي انا عايزها. فكنا دايما اسهل حاجه في النقل نعمل ايه في الاي اكس؟ نقول الاريا في مين؟ الواي اللي هي متنسبه لتحت ناقص الواي بار
لكل تربيع اللي هي مربع المسافة بين المحورين. طيب يبقى أنا عندي 22 ناقص 12 اللي هي مين؟ اللي هي ال10 اللي موجودة قدامي دي تربيع، يبقى أنا كده جبت الإنرشيا بتاعة الشكل الأولاني اللي فوق. طب والشكل التاني؟ ما هو متماثل زيه بالظبط، ما المسافة دي برضو 12. أي نعم واحدة موجب وواحدة سالب يعني واحدة لفوق، فبالتالي بالموجب واحدة هتبقى من السنترويد لتحت فتبقى بالسالب، بس كده كده المسافة بتتربع فقيمة واحدة هتتحول لموجب برضو هنا، فعشان كده ضربنا في 2. يبقى القوس ده كله على بعضه اللي هو عبارة عن القانون زائد النقل مضروب في 2. ليه؟ لأن المستطيل لفوق زي المستطيل لتحت. طيب نكمل. عندي المستطيل الكبير التالت ده اللي هو بقية الشكل، الموازي الاكس بتاعه اللي هو القانون بتاعي 4 في العمود تكعيب اللي هو 24 تكعيب على 12. كلام جميل. طيب بعد كده اشوف النقل. مش شرط كل شكل عندي يبقى فيه نقل على حسب، يعني انا دلوقتي لما اجي انقل في الاكس، هو النقل ده عباره عن ايه؟ ان انا لو عارف انيرشيا عند محور معين وعايز اجيبها عند محور تاني يبعد عنه مسافه موازي ليه، فبضطر اعمل النقل. انما بص كده المره دي هتلاقي ان المسافه الخط اللي بلزق ده اللي هو سنترويد الاكس بتاع الاكس اللي في السنترويد بتاع المستطيل ده منطبقه على الاكس بتاعت الشكل كله، وبالتالي مفيش اي نقل. حتى لو فكرت تجيب مسافه هتقول 12، ما دي لحد تحت 12، هتقول 12 ناقص 12 اللي هو واي بار، هتطلع بصفر، او انت يعني بديهيا كده ان هي منطبقه، عشان كده ما فيش هنا جزء النقل. يبقى اللي كان فيه نقل هنا هما الشكل اللي فوق والشكل اللي تحت، انما الشكل التالي ده ما كانش فيه اي نقل. طب اجمع الكلام ده يطلع لي بالرقم ده اللي هو 14336 سنتيمتر اس 4. طبعا وحده الانيرشيا دايما طول اس 4. طيب كده جبت قيمه مين؟ جبت قيمه الاي اكس. طيب عايز اجيب قيمه الاي واي. طيب عشان اجيب قيمه الاي واي هنعمل ايه؟ انا همسح بس شوية ليه الحاجات دي عشان برضو الناس ما تتلخبطش، يعني شيل الحاجات اللي ملهاش لازمة. عشان بقى اجيب الاي واي بدل ما كنت بنسب للاكس، هي نفس الفكرة بس بدل ما كنت بنسب للاكس هنسب لمين؟ هنسب للواي، هي نفس الاشكال بتاعتي بس هنسبها لايه؟ للواي. فانا همشي ازاي؟ في الاول هبدأ بمين؟ برضه المستطيل اللي فوق ده مثلا انا مشيت بيه في الاول. القانون بتاع الاي واي بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي الموازي الواي العكس بقى، يعني دايما ايه اتش في بي تكعيب على 12، الموازي الواي الاربعه في الايه العمودي على الواي اللي هو ال 12 تكعيب اللي هو عكس القانون اللي فوق، 4 في 12 تكعيب على 12، و12 دي ثابته اللي هي العلاقات بتاعه المستطيل ولها اثبات طبعا، بس يعني احنا بنطبق الابلكيشن بتاعنا. طيب زائد النقل، لو في نقل النقل يجي امتى؟ لو في مسافه بين المحور بتاع الواي ده والواي بتاع الشكل كله. طبعا ناخد بالنا ان النقل في الاكس مسافات في الواي، والنقل في الواي مسافات في الاكس. يعني ايه؟ يعني لما كنت بجيب اي اكس كنت بقول واي ناقص واي بار اللي هي المسافه دي، لما اجيب اي واي بقول اكس ناقص اكس بار، لان المسافه بين المحاور المتوازيه في الواي بتبقى في الاكس، والمسافه بين المحاور المتوازيه في الاكس بتبقى فين؟ في الواي. طيب المسافه دي نجيبها ازاي؟ برضو بنفس الطريقه، بقول الاكس اللي انا كنت منسبها للشكل كله من بره اللي هي تمثل كام؟ نركز كده بعض دقيقه. المستطيل ده لحد الخط ده كده 6 مش 12، نصها 6 من الواي ده لحد ده 6، وادي كمان 4 لحد اخر الشكل، يبقى الحته دي كلها 10. وانا عارف ان اكس بار من بره خالص لحد المحور واي اللي في السنترويد اللي بالاصفر ده 6، يبقى 10 ناقص 6 يديني الحته اللي انا عايزها دي اللي هي 4 تربيع. يبقى عباره عن مساحه المستطيل اللي هو 4 في 12 طبعا ده النقل، في اللي هي الاكس ناقص اكس ايه؟ اكس ناقص اكس بار لكل تربيع اللي احنا لسه متكلمين فيها من شويه، بس نعكس بقى بدل الواي ونشتغل على الاكس، هتلاقيها تطلع 4 تربيع. طيب كده خلصت مين؟ الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وعشان برضو المسافه بتتربع والمستطيل اللي فوق زي المستطيل اللي تحت، فهضرب القوس ده كله في كام؟ في القانون والنقل في 2. طيب هجمع عليه بعد كده اكمل باقي الاشكال. انا عندي المستطيل ده، طيب عشان اجيب المستطيل ده هعمل ايه؟ برضو الموضوع بسيط، كل اللي هتعمله هتقول ايه؟ القانون بتاع المستطيل ده الاي واي بتاعته الموازي الواي اللي هو 24 في العمودي على الواي اللي هو 4 تكعيب على 12 اللي هو مقلوب الايه؟ القانون اللي فوق ده، زائد النقل. ايه ده، هو في نقل؟ اه، ما انت المره مش شرط ان هو عشان ما فيش نقل في الاكس ما بقاش في نقل في الواي كمان، انت بتشوف كل حاله لوحدها. يعني ممكن شكل ما بقاش نقل في الاكس ولا نقل في الواي، ممكن يبقى له في الاكس ملوش في الواي، ممكن يبقى له في الواي ملوش في الاكس، يعني مش شرط ان هو ما فيش نقل في محور ولا فيش نقل في التاني. هنا في الاكس كان منطبق، انما في الواي لا، الواي اللي هنا بعيد عن الواي اللي هنا في مسافه اهو، فطبعا هنا يبقى في نقل عادي. فهتبقى هتجمع عليه المساحه اللي هي 24 في 4 ال 4 دي وال 24 الارتفاع كله مضروبه في مربع المسافه من هنا لهنا كده. طب دي نجيبها ازاي؟ برضو نفس الطريقه اللي شرحناها من شويه، انت عارف الاكس من هنا لهنا قد ايه؟ من الحته دي من المركز ده لحد بره كده 2 نص ال 4، يعني المسافه دي كده
اتنين اللي هي نص مين؟ نص الاربعة اللي هي في السنتر دي. وانا عارف اكس بار بكام؟ باربعة. اتنين ناقص اربعة يديني سالب اربعة تربيع. طبعا هي ما تفرقش حاجة، حتى انا مش لازم نحط الاشارات لان كده كده دي بتتربع مش تفرق كتير، اللي هي مسافة النقل الطبيعية اللي هي برضو اكس ناقص اكس بار للشكل التاني لكل تربيع. اجمع الكلام ده يطلع اي اكس بتاعي ب 4352 سنتي متر اس اربعة. كده اول جزء في الحاجات اللي احنا محتاجينها، اللي هو جزء بابلز اوف اريا اللي هو بنجيبه من خواص المساحات سواء الاريا او الاي اكس او الاي واي حسبناه. يبقى انا كده حسبت الجزء الاولاني في المساله اللي هو بروبرتيز اوف ايه اوف اريا. طيب هنخش على الجزء الثاني في المساله، نركز بقى كده مع بعض عشان الجزء الثاني ايه محتاج تركيز شويه. الجزء الثاني بنسميه احنا الاسترينج اكشنز. ايه الاسترينج اكشنز؟ اللي هي الانترنال فورسز، القوه الداخليه اللي هي هنا بالنسبه لي النورمال والام اكس والام واي. نصحصح كده مع بعض بقى دقيقه عشان القصه دي ايه غلسه شويه. طيب تعال نرسم الرسمه كده ايه على بورد كده عشان نفهم، لان الايه القصه دي محتاجه شويه تركيز. وهنرسم كمان يعني عشان برضو نبقى متخيلين احنا بنعمل ايه. الشكل كده جاي ايزومتريك كده يعني كروكي كده، بس مجرد توضيح للايه للمنظر اللي احنا عايزينه اللي احنا كنا حكينا فيه في اول الايه المسألة، عشان الناس بس تبقى متخيلة معانا احنا بنعمل ايه. انا مش عايز دي باللون ده عشان امسح بس دي عشان تبقى باينة، نعملها بلون تاني. دي الفورس بي اهي، وبتضغط فداخل على القطاع. وادي برضو عشان الناس تبقى متخيلة كل التفاصيل، ادي محور اكس وادي محور واي، والمسافات اللي عندي نكتبها عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. المسافة من هنا قلنا كام؟ دي اكس بار اللي كانت بستة من بره خالص يعني، ودي الواي اللي هي كانت من فوق 12 لحد هنا كده، ولحد هنا برضو 12، يعني الارتفاعات دي عندي 12 وعندي 12. يعني انا همسحهم عشان يبان بعد كده، بس يعني ايه بتكلم. ده محور اكس وده محور مين وده محور واي. طب ده شكل الايه الايزومتريك بشكل كروكي كده سريع. طب لو جيت احط المحاور دي على الايزومتريك بتاعي كده على السكشن بتاعي، ادي الاكس اللي في السنترويد وادي الواي اللي في السنترويد، وانا عايز المسافات دي برضه اكون عارفها اللي هي اكس بستة سنتي والواي بتاعتي دي اللي هي بكام؟ 12 هنا و12 تحت في النص بالظبط، فالمسافات دي كده 12. طيب جبت كده يعني ده شكل عام كده للسنترويد والقصة دي كلها. والفورس بتاعتنا فين؟ الفورس بتاعتنا بي موجودة في المكان ده وبتضغط، هو قال ان بي دي بتضغط وبالايزومتريك المنظر اللي قدامي ده. نركز بقى مع بعض دقيقه كده عشان نعرف هنعمل ايه. اول حاجه انا عايز اجيب النورمال فورس. ايه النورمال فورس دي؟ القوه المحوريه، القوه المحوريه اللي هي القوه في اتجاه المحور. المحور مش محتاج حاجه، يعني احنا لما جينا نحور الشكل ده هو عباره عن مين؟ المحور العمودي على القطاع دايما اللي هي هنا ايه؟ انا اصلا مديك فورس وبقول لك ان هي عموديه على القطاع اهي اللي هي بي دي ضغط كده اللي انا ممثلها هنا بنقطه. طبعا الايزومتريك ده عشان التخيل، يعني لسه متخيل احنا بنعمل ايه. طيب بعد ما عملت الكلام ده البي او عامل ايه؟ احسب البي. لما اجي احسب البي، البي دي بتساوي ايه؟ النورمال فورس قصدي، سوري، بتساوي ايه؟ النورمال فورس هتساوي القوة المحورية العمودية على القطاع. طب ما هي البي، مش البي دي انا قايل لك ان هي بتساوي 10 طن وبتضغط على القطاع، فبالتالي النورمال فورس اللي عندي هي عبارة عن قيمة البي اللي بتضغط. طيب الاشارات زي ما احنا متعودين من الجزء ستراكشر واحد التحليل الانشائي الاولاني، ان احنا لو انا عندي ضغط بنعتبر الاشاره سالب، ولو عندي شد بنعتبر الاشاره ايه موجب. فهنا الاشارات بتاعت النورمال هي الاشارات اللي احنا متعودين عليها اللي هي السالب والموجب العاديه بتاعت الضغط والشد. فعشان البي دي بتضغط فهنعتبر طبعا البي النورمال فورس ان هي بالايه؟ بالسالب، فلان هنا سالب العشرة اللي عندي اللي هي القيمه اللي عندي ال 10 طن. طيب كلام جميل، نرجع نكمل.
عايزين نجيب الام اكس ونجيب الام واي، نصحصح بقى دي عشان الجزء ده عايز تخيل وعايز تركيز شويه، ويعتبر من اغلس الاجزاء اللي موجوده في الايه في جزء النورمال ستريس بشكل عام، وهنتكلم فيه في الفيديو ده، وهنتكلم برضو فيه في فيديوهات تانية على امثله تانية ازاي اقدر احسب الام اكس والام واي. اول حاجه عشان احسب الام اكس والام واي لازم اشوف المسافات واكون محدد هل في قوه هستبعدها ولا مش هستبعدها. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه عشان اجيب ام اكس، نركز بقى بعضيها كده، عشان اجيب ام اكس، والقواعد دي قواعد عامه يعني بشكل عام وتتنفذ في الواي كمان، عشان اجيب ام اكس هستبعد حاجتين، نوعين من القوه، القوه المتقاطعه مع محور اكس. ليه قوه متقاطعه مع محور اكس؟ لان زي ما انت عارف القوه لو مرت بنقطه العزم بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي صفر، وبالتالي برضو القوه لو مرت بالمحور فالعزم بتاعها هيساوي كام؟ هيساوي صفر، فعشان كده ما بقاش ليها لازمه. طب هل هنا في قوه متقاطعه مع محور اكس؟ مش عارف. طب اعرف ازاي؟ بص كده على الايزومتريك، اكس اهو والبي في المكان ده، هل هي كده قطع اكس؟ طبعا لا. طب اعرفها ازاي من القطاع؟ انا مش جاي لي ايزومتريك، الايزومتريك ده عامله عشان التخيل كده الناس تبقى عارفه انا بعمل ايه، انما انا بتكلم على القطاع اللي قدامي ده. القطاع اللي قدامي ده اعرف منين؟ لو القوه دي عباره عن نقطه فوق القطاع، يعني عشان دي تظهر انها منطبقه على اكس كده، يبقى كان لازم النقطه دي تبقى موجوده فوق محور اكس في اي مكان فيه هنا كده، نقطه فوقيه، فكده معناها في المسقط ده ان هي ايه متقاطعه معاه، ولذلك وقعت عليه كنقطه، نقطه فوق المحور، وبالتالي هنا طبعا النقطه فوق خالص وبتضغط، فما لهاش اي علاقه اللي هي الفورس بي دي، فما لهاش اي علاقه بمحور اكس، وبالتالي ما فيش مش متقاطعه مع محور اكس. طبعا انا بدور على القوه بي بس، فكده انا مش هستبعد القوه المتقاطعه مع اكس. طيب بنستبعد القوه الموازيه لمحور اكس، يعني احنا دلوقتي بنستبعد حاجتين من القوه وانا بجيب ام اكس، القوه المتقاطعه مع اكس، وقلنا ازاي نتخيلها او ازاي نحسبها. القوه الموازيه لمحور اكس، ليه القوه الموازيه لمحور اكس؟ يعني ايه كلمة ام اكس؟ قلنا الكلام ده في تعريفات قبل كده في اول الاجزاء اللي شرحنا فيها الكلام ده. كلمة ام اكس مش معناها مومنت في اتجاه اكس، مش حاجة اسمها مومنت في اتجاه اكس، امال في حاجة اسمها ايه؟ مومنت بيلف حوالين محور اكس، يبقى كلمة ام اكس ده معناها عزم بيلف حوالين ام اكس. كلمة ام واي ايا كان اتجاهها، يعني بس ايه شكل كده توضيحي. اي كلمة ام واي معناها عزم بيلف حوالين محور واي. طب يعني ايه بيلف حواليه؟ لو القوة دي موازية لمحور اكس عمرها ما هتلف حواليه، يعني قوة ماشية في اتجاه محور اكس، طب ازاي هتتعكس وتلف حواليه؟ طبعا ما بتعملش اي مومنت حوالين الاكس. يبقى اول نوع ما استبعده من القوه القوه المتقاطعه، لو انا بجيب ام اكس متقاطعه مع محور اكس، واستبعد القوه الموازيه لمحور اكس. طب القوه الموازيه لمحور اكس اعرفها ازاي؟ شبه اكس، يعني شبه شكل اكس في المساله، يعني انا بصيت على القطاع كده، اكس عباره عن مش الخط الافقي، هل القوه دي انا ممثلها كده بخط افقي ولا ممثلها بنقطه؟ لا، هي في اتجاه الزد اللي هو العمودي عليهم، اللي هو نقطه كده في يعني المفروض الزد ده كده كاسقاط المحاور، ده محور زد اللي هو عمودي على الثلاثة في النص، هي شبه الزد، هي في اتجاه الزد او في اتجاه النورمال، وبالتالي ما هياش موازية لمحور اكس. لو كانت موازية لمحور اكس كنت هشوفها خط موازي ليه كده، يعني تبان كاسقاط نفس الاسقاط، او في الايزومتريك هنا تبان شبه الاكس، يعني تبقى ماشية في اتجاهه كده، سواء كده او كده في اي اتجاه او اي مكان، بس تبقى ماشية مع الميل بتاع محور اكس ده. طيب يبقى انا البي اللي هي قوة واحدة اللي عندي، انا هشرحها بشكل عام والكلام ده هيتطبق في المسألة دي، وبرضه هنعيده تاني وهنطبق في المسائل اللي بعد كده. ايزومتريك لما يجي لك ايزومتريك في المساله ما يجيلكش قطاع. فهنا انت لا عندك قوه موازيه لاكس ولا عندك قوه متقاطعه لاكس، لو انت ما عندكش غير بي يبقى بي شغاله معاك. طب عشان اجيب ام اكس هتعمل ايه؟ خلصنا منين؟ من قصه الاستبعاد، بشوف نفسي بستبعد ايه. طيب نيجي للاشاره، او قبل الاشاره نيجي للمسافه. القيمه بتاعه المومنت عباره عن ايه؟ مش القوه في البعد العمودي. فانت عشان تجيب ام اكس هنا ايه اللي عندك؟ اللي عندك قيمه البي اللي هي ب 10، سيبك من الاشاره دلوقتي يعني اجل الاشاره شويه، مضروبه في المسافه من النقطه بتاعتي اللي هي القوه بتاعتي دي لحد محور اكس. كام دي؟ طب ما هي باينه، مش ده اكس ده في السنترويد المسافه دي 12، والبي هنا موجوده في الكورنر اللي فوق ده، يبقى دي 10 في كام؟ 10 في 12. يبقى انا عشان اجيب الاشاره على الشكل ده بتبقى سهله جدا، بتبقى واضحه في القطاعات والكلام ده، بتبقى يعني صريحه شويه، فهي عباره عن القوه في المسافه لحد نقطه اكس، يعني لحد محور اكس، القوه من مكانها فين؟ مكانها فوق اهو، والمسافه لحد محور اكس اللي هي 12. طيب كده جبت المسافه، فاضل ان احدد الاشاره. الإشارة بتتحدد على أساس إيه؟ نركز بقى عشان الجزء ده مهم جدا. الإشارة دايما بتتحدد على حسب الربع الأول اللي هو ده، يعني أنت ده الإكس الموجب الطبيعي وده الواي الموجب الطبيعي اللي هو ماشي يمين والواي اللي طالع لفوق، ده اسمه الربع الأول، الكلام ده طبعا إحنا كلنا عارفينه، تمام؟ فده الربع الأول، الإشارة بتاعتي بتتحدد على أساس الربع الأول ده، يعني إيه؟ لو الربع الأول ده اتعرض لضغط
تبقى الإشارة سالب، ولو الربع الأول ده اتعرض لشد هتبقى الإشارة موجب. طب إزاي يا عم الكلام أنت بتقوله ده؟ نتخيله إزاي؟ نكمل بقى بعض كده ونركز. أولا لما أكون بجيب إم إكس، يعني نرجع تاني كده هنرسم رسمة تانية برضو إيه للقطاع. لما أكون بجيب إم إكس، انسى الواي خالص دلوقتي، يبقى محور اكس يقسم الشكل لجزئين نصين، يعني ده محور اكس بتاعه، انسى الواي. جزء منهم في كل مرة يعني اي قوة يا يعني اما بتضغط في نص وبتشد في النص التاني، يعني دايما التأثير بتاعي لو انا جيت رسمت مثلا شكل العزم كده مثلا، يعني انا بفرض اي حاجة بيلف كده، كده معناها ان الجزء اللي فوق ده كده، النص اللي فوق ده كده معرض لضغط، والنص اللي تحت معرض لايه؟ لشد. او العكس، لو العزم بيلف كده هيبقى عندي الجزء اللي تحت معرض لضغط والجزء اللي فوق معرض لشد. انا دايما يهمني الربع الاول ده هو في انهي نص، يعني دايما لما اكون بجيب الاشاره محور اكس، انا بجيب ام اكس، يبقى محور اكس بيقسم الشكل لنصين، نص بيتعرض لشد نتيجه اي مومنت عندي، ونص بيتعرض لضغط. انا يهمني الربع الاول في انهي نص فيهم، هل النص اللي اتعرض لضغط ولا النص اللي اتعرض لشد. الربع الاول مكانه ثابت ما بيتغيرش، يعني هو ده. طيب المكان ده بقى لو تعرض لشد تبقى الاشاره موجبه، لو الربع الاول ده تعرض لضغط هتبقى الاشاره سالبه. طيب تعالى تخيل كده الرسمه على ايزومتريك عشان تبقى واضحه معانا، يعني ده كده ايه بشكل عام توضيح للكلام. تعال بص كده على ايزومتريك كده، هي قوه بتعمل ايه؟ مش القوه بتضغط ونخله كده في المنطقه اللي فوق دي، فكأن الفورس دي، يعني لما نيجي نرسم كده ايه الدوران بتاعها نعمله بخط اسود كده، كأن الفورس دي بتلف ازاي؟ بتضغط فوق اهي، فبتلف ازاي كعزم؟ بتلف كده. لو هي لو جيت لفيت القوه دي حوالين الاكس يبقى بتضغط النص اللي فوق ده، يعني النص اللي انا هظلله باسود ده، كل ده معرض لضغط، والنص اللي تحت ده معرض لايه؟ لشد، لان القوه بتضغط. فكده النص اللي فوق ده مش ده الربع الاول، المكان ده بتاعه اللي انا بعمل عليه علامه، ده مش ده الربع الاول، كده اتعرض لايه؟ اتعرض لضغط، فبالتالي الاشاره هنا عندي ايه؟ سالب. طب لو كان اتعرض لشد هتبقى الاشاره ايه؟ موجب. طيب تاني عشان نتخيلها مع بعض كده بطريقه تانيه برضو، القوه بتضغط في الربع الاول وبتلف كده حوالين اكس، لففها كده ايه كالقوه بتضغط اهو، وبتلف كده حوالين محور اكس اللي هو السهم ده، هتضغط النص الفوقاني، انسى الواي والزد والكلام، هتضغط النص الفوقاني هتشد النص اللي تحت. انا يهمني الربع الاول اللي هو في المنطقه دي، هو كده اتعرض في مين؟ للمنطقه اللي فيها ضغط، وبالتالي الاشاره بتاعت الايه الام اكس هنا، القوه دي كل قوه لوحدها بمسكها كده، القوه دي طبعا انا ما عنديش مساله القوه واحده بس بشكل عام، يعني لو في مساله فيها اكتر من قوه كل قوه بشوف الحسابات بتاعتها، فهنا ام اكس هتلاقيها ايه بالسالب مش بالايه بالموجب. طب افرض كانت البي دي كانت شد، يعني عشان برضو ما متقلق، فده قال لي انها تنسايل بدل ما كومبريسيف، وهي طبعا هنا من القطاع واضحه، يعني القوه هنا بتضغط، فطبيعي ان ايه النص ده معرض لضغط لانها بتلف بتضغطه، فالنص ده معرض لضغط والنص ده معرض لايه؟ لشد. طيب نكمل بعض كده، يعني افرض القوه دي كانت شد، يعني كانت البي دي طالعه بره تنشن مش كومبريشن، كان ساعتها هيبقى العكس، هتلاقي القوه دي ايه بتعمل ايه؟ ماشيه كده فبتشد، يعني ماشيه في اتجاه ده، بتشد النص اللي فوق وبتضغط، بتلف كده وبتضغط النص اللي ايه اللي تحت، لفها حوالين الاكس، يعني مشي القوه لفها حوالين الاكس، هتلاقي ايه بتشد النص اللي فوق وبتضغط النص اللي تحت، فبالتالي تبقى موجب مش ايه مش سالب. انما في الحاله اللي عندي دي ام اكس هنا ايه ما عنديش غير ال10 وال10 في 12 المسافه، والاشاره بتاعتها بالسالب اللي هي القيمه اللي موجوده عندي في المساله، سالب 10 في كام؟ في 12، تطلع 120 طن في سنتي اللي هي اليونتس اللي انا شغال بيها عندي في المساله. طيب بعد ما جبت ام اكس بالمثل هعمل ام ايه؟ هعمل ام واي. طيب تعال نرجع نعيد الكلام ده، بس بدل ما هو الام اكس هيبقى الام ايه الام واي. طيب واحده واحده كده ونمشي ستيب باي ستيب، عشان اجيب ام واي هعمل ايه؟ طبعا دي انا ماشي الجزء ده بالراحه لان الجزء ده اغلى جزء في المساله، يعني الجزء الاولاني سهل بيرس اوف اريا، والجزء اللي جاي بعد كده برضه سيستماتيك، يعني حاجه ايه خطوات واضحه وصريحه ودايما يعني مش صعبه، هو دايما الجزء بتاع النورمال والام اكس والام واي سترينج اكشن هو دايما اغلى جزء في المسائل من النوعيه دي. طيب عشان تجيب ام واي هتعمل نفس الكلام تاني، اعيد اول حاجه ابدا افكر في هستبعد ايه، هستبعد القوه المتقاطعه الواي، هل في اي قوه متقاطعه مع واي؟ لو قلنا لو هي على القطاع هنا هتظهر عباره عن نقطه فوق محور واي، او حتى في الايزومتريك ادي الواي وادي القوه هنا في مكان بعيد، فما هياش متقاطعه مع مين؟ مع الواي. طيب هستبعد القوه الموازيه لمحور واي، هل في قوه موازيه لمحور واي؟ ما عنديش طبعا غير ال10 اللي هي البي اللي عندي.
العشرة دي مش موازية لمحور واي، لأنها لو موازية لمحور واي كانت بقت شبهه يعني في الإسقاط أو في الايزومتريك، وإحنا اتفقنا إن القوة دي كانت نورمال، والنورمال دايما هو الزد، يعني ما البي دخلت معايا في النورمال فطبيعي إن هي في اتجاه الزد اللي هو اتجاه العمودي على الإيه؟ على القطاع اللي هو اتجاه محور الكاميرا أو محور العمود بتاعي. فهنا أنا عندي قوة متقاطعة مع واي، ولا قوة متقاطعة مع مين، ولا موازية لمين لواي، فمش هستبعد حاجة. طيب نيجي للمسافات. القوة بي دي قيمتها طبعا 10، يعني ما عنديش غيرها. طبعا لو عندي قوة كذا قوة في المسألة، يعني سواء ام اكس او ام واي، هجمع واطرح واعمل الكلام ده كله. هنا انا عندي 10، انا لسه ما بتكلمش في الاشارة. 10 في كام؟ المرة دي المسافة من النقطة دي من البي اهي لحد محور واي، بنسب لمحور واي اللي انا عايز اجيب عنده العزم. طيب دي كام؟ مش احنا متفقين من الاول خالص ان المسافة من بره لحد هنا دي 6، اللي هي اكس اللي احنا جايبينها من الاول خالص، فدي 6. فبالتالي ال10 دي مضروبة في كام؟ في 6. طب نيجي للإشارة. الإشارة بالمثل. بالمثل يعني إيه؟ المرة دي هنشيل إكس، هيبقى عندي الواي هو اللي قاسم الشكل لنصين، نص بينضغط ونص إيه؟ بيتشد. طيب لو العزم بيلف كده، هنرسم برضو نفس الرسمة اللي رسمناها من شوية كده عشان نوضح القصة دي. لو العزم بيلف كده معناها إن النص اللي على اليمين ده تعرض لضغط، والنص اللي على الشمال اتعرض لايه؟ لضغط. ولو العزم بيلف كده معناها ان النص اللي على الشمال هو اللي اتعرض لضغط، والنص اللي على اليمين اتعرض لشد. طيب انا يهمني مين دايما؟ برضو الربع الاول. الربع الاول مكانه ما بيتغيرش، يعني المنطقه دي اللي هي تمثل بالنسبه لي الربع الاول بالنسبه للمساله اللي احنا شغالين عليها، الربع الاول ده مكانه ما بيتغيرش. اشوف هو اتعرض لشد في حاله ام اكس وحاله ام واي، هو نفس المكان. لو اتعرض لشد برضو تبقى اشاره موجب، لو اتعرض لضغط تبقى اشاره ايه؟ سالب. طيب تعال نشوف القوه. القوه مكانها فين؟ القوه مكانها هنا، يعني واضحه انها موجوده هنا وبتضغط، يعني داخله هنا على المنطقه دي. فبالتالي لو انت تخيلت الشكل كده هتلاقيها بتلف حوالين الواي. ازاي بتلف حوالين الواي كده؟ يعني بتضغط هنا كده فبتلف الشكل حوالين محور واي بالمنظر ده. فالنص اللي على الشمال ده يعني عن السهم بالمنظر ده، النص اللي على الشمال ده اتعرض لضغط لان القوه دي بتضغط، والنص اللي على اليمين اتعرض لشد. انا يهمني الربع الاول ده هنا في انهي نص؟ هو كده في النص اللي اتعرض لشد، لان القوه بتلف كده وبتضغط هنا، يعني اللي مش متخيل بتضغط كده فبتلف الشكل حوالين الايه؟ الايه؟ الاكس حوالين الواي بالمنظر ده. فالجزء ده معرض لضغط والجزء ده معرض ليه؟ لشد. طيب الجزء اللي معرض لضغط انا يهمنيش فيه، انا يهمني الربع الاول. الربع الاول في الجزء اللي معرض لضغط، النص اللي اتعرض لضغط والنص اللي اتعرض لشد. لا هو هنا كده في النص اللي اتعرض لشد، تمام. فبالتالي الاشاره هنا هتبقى ايه؟ هتبقى موجبه. يبقى اشاره ام واي في الحاله دي هتبقى بالموجب مش بالايه؟ مش بالسالب. طيب اللي هي الحسبه اللي عندي دي هلاقي الام واي عندي 10 في 6 ب 60 طن في السنتي. الخطوات بقى اللي بعد كده خطوات سهله، وعملناها في الايه؟ في الفيديو اللي فات، اللي هو ايه؟ ازاي اقدر ارسم المساله واكمل باقي الخطوات بتاع احسب النيوترال اكسس مكانه فين وشكله عامل ازاي. وطبعا الاجزاء كلها مرتبطه ببعضها، يعني عشان تفهم الكلام ده لازم تكون ذاكرت الاجزاء اللي فاتت كويس، اتفرجت عليها وشفتها كويس عشان تبقى واضحه، وبالذات الجزء الاخير اللي فيه حالات محور التعادل اللي احنا شرحناها فيه بالتفصيل. هنا انا جاهز اعوض في المعادله بقى. المعادله السيجما بتساوي موجب او سالب ان على ايه زائد ام اكس على اكس في واي زائد ام واي على واي في اكس، بتساوي طبعا اعوض طيب مباشر النورمال بكام؟ بسالب 10. الاريا عندي جايبها من الاول هي 192 فوق كده، الام اكس جبتها طبعا سالب 120 عشان حطيت طبعا موجب او سالب بقى، باخد الاشاره اللي انا طلعت معايا سالب 120 على قيمه الاي يو اكس اللي انا جايبها في الايه؟ في الحسابات اللي فوق اهي، ال 14336 في الواي اللي الاحداثي اسمه واي زائد ام اكس، طبعا زائد عشان ام اكس طلعت بالموجب، ام واي سوري بتطلع بالموجب، على اي واي اللي هي 4352 في اكس. دي كده المعادله العامه للنورمال ستريس على القطاع ده كله، دي الجنرال ايكويشن بتاعت القطاع ده. طيب عشان اجيب النيوترال اكسس او محور التعادل، قلنا من الفيديو اللي فات ان ومن قبل كده ان محور التعادل هو الخط اللي بيعدي بالقطاع او ما بيعديش، يعني الخط اللي عنده الاجهادات بتساوي صفر. فانت عشان تطلع نيوترال اكسس دايما بتساوي السيجما بكام؟ يعني خلي الكلام ده عشان نحتاجه، دايما بساوي السيجما او نمسحه كده كده هنرسم في الاخر. طيب دايما بساوي السيجما دي بالصفر، ادي لو سويت اللي خدت المعادله دي زي ما هي كده وسويتها بالايه؟ بالصفر. طيب بعد كده انت المحور يعني ايه؟ يعني خط مستقيم. فانت عشان تجيب اي خط مستقيم في الدنيا محتاج نقطتين، فالموضوع بسيط جدا. افرض اي اكس طلع اي واي، افرض اي واي طلع اكس، افرض اتنين اكس، افرض زي ما انت عايز، والكلام ده اتشرح بالتفصيل في الفيديو اللي فات. هنا انا اسهل فرض زي ما قلنا برضو في الفيديو اللي فات وهقول تاني بنكرر نفس الكلام اهو، ان ايه اسهل فرض؟ انك تفرض الاكس مره بصفر عشان تشيل الحته دي،
فتطلع الواي. فانا لما افرض الاكس هنا بصفر هطلع الواي اللي قصاده هطلعت سالب 6.22 سم. يبقى انا كده عندي اول نقطه على الخط المستقيم ده، الاكس دي الاكس بتاعتها بصفر اللي انا فرضتها، والواي بتاعتها سالب 6.22. طيب بعد كده ممكن تفرض اي اكس تانيه وتطلع واي تانيه، مش شرط اي نقط، لكن الاسهل فرض زي ما قلنا نعكس ان افرض الواي هي اللي بصفر، فالجزء ده يبقى شغال معايا، والجزء اللي هيتشال هو مين؟ اللي هو فيه الواي ده، واطلع الاكس. يبقى بالعكس افرض الواي هي اللي بصفر واطلع الاكس اللي مقابله ليها. فلما تعمل القصه دي هتلاقي طلعت الاكس معاك طلعت بكام؟ ب 3.78. يبقى الاحداثيات دي هي هتطلع سالب ولا موجب؟ عشان نتاكد من الاشاره، ممكن يبقى في غلطه في الكتاب، بس لا هي موجب مش ايه، مش سالب. يعني الاحداثي ده كده بالموجب مش بالايه، مش بالسالب، تمام. طيب فهتطلع معاك موجب 3.78 اللي هي الاكس اللي انت حسبتها. طبعا دايما الاحداثيات بتبدا بالاكس وبعد كده الواي، يعني اكس وواي واكس وواي نقطتين يعني، تمام. الاكس اللي انا فرضتها كام؟ الاكس اللي انا حسبتها 3.78، والواي اللي انا كنت فارضها صفر. يبقى انا معايا كده الايه، النقطتين بتوعي. طيب فاضل اني ارسم شكل الاجادات. تعال نرسم مع بعض شكل الاجادات. الايزومتريك اللي كنت رسمه او القصه اللي شرحتها من شويه دي كلها مش فارقه في حاجه في رسم الاجادات. الاجادات دايما حتى لو قلت لك ايزومتريك، يعني الاجادات دايما بتترسم على القطاع. تركز في كلامنا عشان الكلام ده مهم. يبقى الاجادات دايما بتترسم على شكل القطاع بتاعي. طيب ادي نرسم شكل القطاع تاني اهو، بس طبعا هي مرسومه في الكتاب بشكل كويس في الكمبيوتر وكده، بس انا يعني ايه عايز نمشي الستيبس مع بعض كده عشان القصه تبقى واضحه شويه. ادي شكل القطاع اهو، وببدا بعد كده ادي محور اكس بتاعي وادي محور واي اللي في السنترويد. كلام جميل. بعد كده ببدأ أوقع النقطتين اللي عندي اللي هم نقطة اكس ونقطة واي، أو سوري النقطتين اللي هم احداثياتهم اكس وواي اللي جبناهم من شوية. فين دول؟ أول نقطة اكس بتاعتها بصفر والواي سالب 6.22. كلام جميل قوي. تعال نرجع كده للمسألة. اكس بصفر، يبقى أنا مش همشي في الاكس حاجة. الواي سالب 6.22، طبعا الواي يعني هنزل على الخط الايه؟ في اتجاه الواي. سالب يعني لتحت، واحداثيات عاديه، والواي والموجب يعني فين؟ يعني لفوق. طيب الارتفاع ده 12، فطبعا انا مش حتى لو ما رسمتش بسكيل انما يعني الشكل لازم يبقى متناسب وشكله كويس يعني. فمن هنا لحد تحت 12، يبقى انت النقطه بتاعت سالب 6 دي يعني هتنزل تقريبا نص المسافه، يعني في مكان ما هنا كده النقطه الاولى بتاعتي، تمام. طيب النقطه الثانيه، نرجع كده نجيب القيم بتاعت النقطة التانية. زي ما قلنا الاكس انا صلحت الايه السالب دي غلطة، هي موجب 3.78 والواي بصفر. يبقى انا همشي في الاكس موجب 3.78 والايه والواي بصفر. فانت هتيجي بمنتهى السهولة كده تقول والله انا همشي في الاكس موجب 3.78. طبعا دي كانت كلها على بعضها كامل المقفول بتاع الشكل كله اللي هي 4 و12 16. فانت وعندك اللي هنا 6، فيبقى انت باقي لك هنا 10، فهتمشي مسافه كده قد ايه؟ 3، يعني حاجه مكان ما هنا كده بالتناسب كده، تمام؟ يبقى ده كده شكل النقطتين بتوعي. فاضل ان اعمل ايه؟ ان ارسم شكل النيوترال اكسس بتاعي. طب عشان ارسم شكل النيوترال اكسس بتاعي بعمل ايه؟ بوصل خط بالنقطتين دول، يعني حاجه كده بالمنظر ده كده. يبقى الخط اللي انا جبته ده بوصل الخط بين النقطتين ده يمثل مين؟ يمثل ال ان ايه او النيوترال اكسس بتاعي او محور التعادل اللي هو عنده الاستريس بيساوي كام؟ بيساوي صفر. طيب عشان ترسم شكل توزيع الاجهادات لازم تمشي كده بخطوط موازيه في اتجاه محور، في عند محور التعادل كده موازي ليه في الاتجاهين، يعني همشي كده ابعد نقطه من هنا من حدود القطاع. لو انت ماشي كده موازي ليه كده هتلاقي ابعد نقطه هنا فوق كده، تمام، وابعد نقطه من الناحيه التانية هتمشي كده هتلاقي ابعد نقطه من الناحيه التانية موجوده هنا كده. يبقى بمشي على نفس الميل بتاع محور التعادل ده واتحرك كده اشوف ابعد حدود القطاع بتاعتي، اشوف ابعد نقطه وابعد نقطه من الناحيه التانية لو قطع القطاع، ولو كان بره القطاع اشوف اقرب نقطه وابعد نقطه. يعني لو نيوتن اكسس ده طلع بره القطاع كده اشوف اقرب نقطه وابعد نقطه. وهنحكي يعني في القصه دي ليه بتفرق، بس خلينا دلوقتي نركز الحاجه اللي احنا فيها دلوقتي. بعد كده باجي اعمل ايه؟ والكلام ده برضو شرحناه قبل كده في الفيديو اللي فات، بس يعني ايه عشان برضو الناس اللي ما كانتش فاهمه كويس الجزء ده، ادينا من ايه بنكمل المساله من الاول للاخر بتفاصيلها للاخر. يعني باجي بعد كده باخد من النقط دي خطوط موازيه لمحور الايه التعادل. يبقى باجي من الايه، من النقط اللي هي النقط اللي هي حدود اللي هي ابعاد القطاع دي اللي هي حدود القطاع، اخد خطوط موازيه لمحور مين؟ لمحور التعادل بتاعي بالمنظر ده كده.
بعد كده ببدأ اخد ديتم هرسم عليه. ايه الديتم ده؟ الديتم ده اللي هو الصفر بتاعي، اللاين اللي انا هرسم عليه. فباخد خط عمودي عليهم وكده، هما الثلاثة اللي هما الخطوط دي، ده الديتم بتاعي اللي هو الخط اللي انا هرسم ايه عليه. طيب فاضل ان انت عشان ترسم القيم لازم تجيب الاستريس على النقطة دي بكام والاستريس على النقطة دي بكام. تعال نسميهم اي حاجة، يعني انا هسميهم زي الدكتور ما مسميهم، اللي فوق دي بتسميها بي واللي تحت بتسميها ايه. فانا مثلا اسمي دي ايه ودي بي، مش هتفرق حاجة طبعا، يعني اسم واحد اتنين ايه بي زي ما انت عايز. لازم اجيب الاسترس عند ايه ده بكام والاسترس عند البي ده بكام من المعادلة اللي عندي. طب اجيبه منين؟ ما انا عندي معادلة عامة للقطاع كله، السيجما بتساوي ان على ايه زائد ام اكس على اكس في واي زائد ام واي على واي في اكس، وعندي المعادلة دي جنرال ناقص فيها بس تقول لي الاكس والواي بكام، احداثيات النقط. فانت عشان تجيب سيجما ايه وسيجما بي كل اللي عليك تطلع الاكس بتاعت الايه بكام كاحداثيات، والبي والواي بتاعتها بكام، وتقعد في معادله. وعايز تجيب السيجما عند البي برضه تطلع احداثيات وتقعد في معادله. طب تعال نطلع احداثيات كده بتاعت الايه والبي مع بعض. بتتنسب لمين الاحداثيات دي؟ بتتنسب للسنترويد، الواي اللي في السنترويد والاكس اللي فين؟ اللي في السنترويد. يبقى دايما الاحداثيات بنسبها للسنترويد. طيب فانا عشان اجيب الاكس والواي بتوع الايه، والله الموضوع بسيط. في الاكس همشي قد ايه؟ نركز كده على الدقيقه. من هنا لحد هنا كام؟ ما احنا قايلين من الاول 6، لما كل المساله عمالين نشرح دي 6، فهنا الاكس بتاعتي 6 كمسافه. طب وكاشاره سالب 6 ليه؟ لان انا هرجع لورا، انت عارفين ان اليمين موجب والشمال اللي هو الناحيه الثانيه سالب، فالاكس هنا بالسالب مش بالايه بالموجب، احداثيات عاديه خالص. طب الواي، الواي من الاكس اللي في السنترويد، ما احنا عارفين الارتفاع ده كام؟ الارتفاع ده 12، فبالتالي الواي بتاعتي ب 12. طب لفوق ولا لتحت؟ طالما طالع لفوق يعني من السنتور طالع لفوق يبقى القيمه موجبه. يبقى اذا نقطه ايه الاكس بتاعتها بسالب 6 والواي بتاعتها بموجب كام؟ 12. طب هعمل ايه؟ هروح هنا ادي المعادله العامه هي بتاعت نيوترال اكسس زي ما هي بتاعت النورمال ستريس، هشيل الواي واحط ال 12. احنا عكسنا التسميه. طيب انا عشان بس عكست الايه الاسماء يعني ممكن نغير نصلح الاسم عشان تبقى يعني الارقام واحده. انا عكست طبعا مش تفرق حاجه يعني اي اسم يعني، بس عشان اللي يشوف الفيديو يبقى عارف النقطه دي ايه ايه والنقطه دي بي، فدي هتبقى هي اللي بي، يعني الاحداثيات اللي احنا جبناها بتاعت بي مش ايه، عشان لما نشوفها في الفايل تبقى مظبوطه بس مش اكتر. فالنقطه بي دي الاحداثيات بتاعتها سالب 6 وكام و12. فادي نقطة بي هعوض بسالب 6، يعني اشيل الاكس، نقطة بي اللي هي تحت هعوض بسالب 6 اللي هي قيمة الايه الاكس بتاعتها، والواي بموجب كام؟ 12. اطلع قيمة النورمال ستريس طلع ب 0.24 طن على السنتيمتر المربع بالسالب. سالب يعني ايه؟ يعني معرضة للضغط، النقطة دي معرضة للضغط. طب نيجي لمين؟ لاحداثيات النقطة التانية اللي هي مين؟ اللي هي ايه؟ احنا عكسنا بقى زي ما قلنا دي اسمها بي وهنبقى تحت ايه. طيب فالايه دي احداثياتها بكام؟ من هنا لهنا في الاكس قد ايه؟ ما انت عندك الطول كله 16، يعني الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، الطول ده كله 16 سنتي، شيل منه 6 يتبقى لك كام؟ يتبقى لك 10، يبقى اذا الاكس ب 10 كمسافه. طب موجب ولا سالب؟ السنترويد اهو، فانت كده ماشي في الاكس موجب، فبالنسبه لي الاكس كده كام؟ موجب 10. يبقى اول حاجه الاكس موجب 10. نيجي للواي، من هنا لهنا كده قد ايه؟ الواي كام؟ الواي 12 نازله لتحت كمسافه، بس عشان كاحداثيات نازل لتحت، فدي سالب كام؟ سالب 12. يبقى انا كده عندي 10 وسالب ايه 12. يبقى عندي في المساله دي كده نقطه ايه الاكس بتاعتها 10 والواي سالب 12. تعال نرجع للمساله، هتلاقي اللي هي اللي في الاول دي الاكس بسالب الواي بسالب 12 اللي هو الواي بعوض في المعادله نفس المعادله تاني، والاكس بموجب كام؟ 10. وشرحنا ازاي جت ال 10 دي، يطلع الاسترس موجب 0.19 طن على السنتيمتر المربع. واحدة طلعت موجب واحدة طلعت سالب. طب هل انا كنت عارف ان واحدة تطلع موجب واحدة تطلع سالب؟ اه كنت عارف. كنت عارف على اساس ايه؟ كنت عارف على اساس ان النيوترال اكسس قطع القطاع. طالما النيوترال اكسس بتاعي اللي هو الصفر قطع القطاع، فلازم يبقى فيه في القطاع جزء منه معرض لشد وجزء منه معرض لايه؟ لضغط. تاني، طالما النيوترال اكسس بتاعي قطع القطاع يبقى لازم يكون جزء معرض لشد ولازم يكون جزء معرض لايه؟ لضغط. طيب عشان كده انا كنت متوقع طبعا ولازم يحصل كده، ولو ما حصلش كده يبقى غلط. لو طلع بره القطاع، لو طلع بره القطاع يبقى الاستريس كله من نوع واحد، يا اما كله ضغط يا اما كله ايه شد. لكن هنا انا متاكد ان في واحده من الاول هتطلع موجب وواحده هتطلع سالب. طيب
حسبت طلعت ان اللي فوق بموجب بوينت 1.9 طن على سنتيمتر مربع، واللي تحت اللي البي طلعت سالب. فاضل اني ارسم القيم بي. طب برسم ازاي؟ والله موضوع الرسم بسيط جدا. باجي على الخط اللي من البي، البي طلعت معانا كام؟ البي طلعت سالب بوينت 2.4. طيب انت عايز ترسم ليه الرسمه البي دي؟ بتمشي بقى ايه عمودي على الخط اللي انت ايه اللي انت رسمه، اللي هو الديتا، اللي هو الخط العمودي بتاع الثلاثه ده. طيب الخط العمودي على الثلاثه ده انت عايز تعتبر السالب اللي فوق يبقى موجب تحت، براحتك. عايز تعتبر السالب تحت يبقى موجب فوق، انا اعتبر السالب اللي تحت. فهمشي كده مسافه كده على الخط بين الخط ده، اي مسافه ولتكن لحد هنا، هتبقى دي البوينت 2 ايه يعني، نكتب عليها كده بوينت 2.4 بتاعتي، اللي هي الايه القيمه بتاعت الاسترس اللي عندي، مش هي بوينت 2.4 طن على سنتيمتر مربع، ده السيجما بتاع البي. طيب السيجما بتاعت الايه، طالما انا اعتبرت ده السالب اللي تحت، يبقى اعتبر عند الايه الخط اللي طالع من عند الايه ده الشد هيبقى لفين؟ هيبقى لفوق. طيب الافضل انك ما ترسمش الشد وبعد كده توصل بالنقطتين، لا انت اوريدي عندك نقطه تانية اللي هي فيها الاستريس هنا بكام؟ بزيرو، اللي هو عند نيوترال اكسس. فانت اسهل حاجه انك تعمل ايه، انك تيجي كده تيجي موصل خط بين النقطه دي خط بين النقطه دي والصفر، وتمد للاخر يعني، وصل كده الخط ومد، ايا كان بقى القيمه الناحيه التانيه كام بتكتب عليها قيمتها عشان يعني الشكل يطلع مظبوط. فالقيمه الناحيه التانيه كانت كام؟ بوينت 19. فانا هاجي رايح الناحيه التانيه كده خلاص اكتب عليها القيمه بتاعتها اللي هي بوينت كام؟ 19. وساعات ممكن نكتب سيجما اي وسيجما بي زي ما انا عايز. طب سيجما بي دي كانت شد ولا ضغط؟ سيجما بي دي سالب، سالب يعني المنطقه اللي فوق دي كلها سالب. فبعمل ايه؟ السالب والتهشير بتاعي، ودي في المنطقة اللي معرضة لشد، فبعمل برضو الإشارة اللي هي الموجب بتاعة الشد، وده إيه شكل كده الإيه. طيب الرسمة اللي قدامي ده كده شكل توزيع الإجادات أو النورمال ستريس ديستريبيوشن على القطاع اللي عندي. يبقى إحنا خدنا المسألة من أولها لآخرها لحد ما وصلنا بيها للمرحلة دي. طبعا الخط ده كده كده مرسوم، اللي هو بيتقفل اللي هو بيبقى ايه الجزء الاخير ده، يعني انت مش محتاج ترسمه، بس زي ما قلت لك انت اعمل واحده عشان انت مش شرط ترسم سكيل، لازم من هنا لازم يتعوض هنا بالصفر. فانت بيبقى عندك واحده وتوصل على نيوترال اكسس بصفر وتكمل شكل الرسمه، تمد الخط ويبقى ده منظر شكل النورمال ستريس ديستريبيوشن. تعال نشوف كده ايه انا رسمته معاكم ستيب باي ستيب، لانه ايه يعني ما ينفعش يتشرح الا لما يترسم بالتفصيل. تعال نبص كده عليه على الرسمه اللي مرسومه يعني كمبيوتر بقى بشكل افضل اهي. هناخد بالنا منين؟ من ادي المحاور الاكس والواي، وادي الخطوط الموازيه اللي هي الاي والبي، وادي الخط العمودي اللي برسم عليه. طبعا ممكن ارسم الرسمه دي لفوق وممكن ارسمها لتحت، يعني عايز ارسم الرسمه دي تحت كده واخد الخطوط لتحت، مش غلط يعني اي مكان. وطبعا دي احداثيات نيوترال اكسس، وادي توقيعه، يعني كل اللي احنا رسمناه بالتفصيل بس طبعا مرسومه كمبيوتر بشكل افضل. لكن طبعا الكور كده كان لازم يبقى مهم جدا انه يترسم كده ستيب باي ستيب عملنا ايه مع بعض بالتفصيل لحد ما وصلنا لشكل النورمال ستريس سوليوشن اللي هو مطلوب عندي فين في المساله. طيب يبقى احنا في الفيديو ده يعني نلخص كده اللي احنا عملناه سريعا كده قبل ما نختم. احنا عملنا ايه؟ عملنا من الاول خالص جبت لك قطاع، القطاع ده عليه فورس 10 طن كومبريشن، حسبت كل حاجه اللي هي الايه من اول اكس بار اي اكس اي واي اللي هم البولس اوف اريا، حسبت النورمال الام اكس الام واي، حسبت عوضت في المعادله بتاعت النورمال ستريس، وطلعت مكان نيوترال اكسس اللي هو الاكس والواي. ودي حاجه ثابته يعني، هي اصعب جزء زي ما قلنا هو النورمال الام اكس والام واي، بيبقى صعب شويه وعايز تخيل. وبعد كده جبت طبعا من نيوترال اكسس بحسب عشان ارسم شكل الاجادات، بشوف حدود القطاع بتاعتي من نيوترال اكسس اثبات نيوترال اكسس، واحسب قيمه الاسترس عندها، واوقع شكل الرسمه زي ما رسمناه مع بعض كده ستيب باي ستيب. ده كده شكل توزيع الاجادات على القطاع ده. طيب ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم في ان انا لو عندي بقى ايزومتريك وعليه قوه، ازاي ان انا اقدر ارسم النورمال ستريس ديستريبيوشن على القطاع لما يكون بقى عندي ايزومتريك، والايزومتريك ده عليه قوه، وازاي برضو احسب السترينج اكشن النورمال الام اكس والام واي والكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يعني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.